اكيد حضرتك تابعت مباراه الوداد والاهلي بعين مختلفه شويه، يعني خلينا يعني نبص بعين مختلفه شويه، عين المدير الفني وتقييمك للمباراه على المستوى الفني اللي ظهر بيه النادي الاهلي. هو طبعا الحقيقه يعني في البدايه طبعا لازم طبعا كلنا فرحانين وكلنا سعداء بالنتيجه، ونتيجه كبيره قوي، ونتيجه احنا يمكن لما كسبناه قبل كده كنا بنكسبه 1-0 وصعوبه يعني، لكن احنا عملنا النتيجة كويسة وعملنا أداء كويس. لكن يمكن هنا أنا عاوز أروح في منطقة اللي احنا كل أملنا وكل أمل جمهور النادي الأهلي إن احنا نحصد البطولة التاسعة إن شاء الله. فبالتالي عاوزين نروح يعني احنا عندنا الحمد لله كان في إيجابيات كتيرة جدا. يعني أنت بتلعب في ملعب الوداد وبتضغط من فوق واولا انت عندك بقى عندك شكل في الاستحواذ واستحواذ ايجابي وحاجات كتيره كويسه الحقيقه. لكن يمكن احنا برضك عندنا شويه حاجات لازم نخلي بالنا منهم، اذا كان المباراه الثانيه، المباراه اللي هتلعب في القاهره ومباراه الوداد او الامل الكبير الفاينل. الامل الكبير اللي هو الفاينل اللي احنا طبعا حاطين امال كبيره جدا عليه. يعني الحته الدفاعيه برضو احنا عندنا في مشكله هنا. انا يمكن هتلاقيني مثلا عكس الناس كلها، طبعا انا في اشاده كبيره جدا وفي حاجه جميله جدا اتعملت وكل حاجه، لكن احنا عندنا 15 دقيقه او 17 دقيقه كنا بنتضرب في المساحه اللي ما بين ياسر ابراهيم واللي ما بين محمد هاني. المساحه دي لازم تتقفل، ما ينفعش انا بلعب مباراه تبقى مثلا بلعب مباراه في النهائي افريقيا وتبقى المساحه دي موجوده ونضرب منها مثلا في كرات كتير لسرعه. ده اول تقريبا 14 دقيقه او 15 دقيقه من بدايه المباراه يعني. بالظبط يا هادي، المنطقه دي لو هم كانوا استغلوها صح كان ممكن يسجلوا، يبداوا هم بالتسجيل. طبعا احنا الحمد لله وفقنا ان احنا طبعا بالضغطه بتاعت في اول اربع دقائق الضغطه بتاعت قفشه الحقيقه. ويمكن انا في صوره الحقيقه او جت على موسيماني وقفشه وهو بيحضنه بشكل كبير جدا. انا الحضن ده يعني مش حضن عادي، الحضن ده اكيد كان في تعليمات ان قفشه واخدها ان هو هيضغط ونفذها قفشه. فهو قفشه فرحان ورايح له، وهو نفسه بقى بياخده كابنه فرحان ان هو نفذ له اللي هو عايزه.